السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناة القاضي للمنوعات. النهاردة هنتكلم عن أسئلة وتدريبات عن برنامج مايكروسوفت إكسل. لو أنت بتشوف الفيديو ده لأول مرة، يا ريت تضغط سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. ولو عايز تسمع شرح البرنامج الإكسل ممكن ترجع للفيديوهات اللي موجودة على القناة. ودلوقتي نبدأ على بركة الله. عندي أول سؤال بيقول: open the spreadsheet application and open the file called improvements from your candidate drive. Save the file as costing to your candidate drive. بيطلب مني ان انا افتح برنامج السبريد شيت او برنامج الاكسل وافتح ملف مسمى او اسمه improvement وارجع اعمل له عملية حفظ بالاسم الجديد وهو costing. طيب، عشان افتح برنامج الاكسل بضغط على قائمة start وبعد كده بشوف all program، بفتح مايكروسوفت اوفيس بيفتح لي كل برامج مايكروسوفت، وبعد كده بروح على مايكروسوفت اكسل البرنامج اللي انا هشتغل عليه. هنا فتح لي برنامج الاكسل عادي، لكن هو عايز يفتح ملف معين. عشان افتح الملف المطلوب اروح على قائمة فايل، ومن قائمة فايل هنضغط على اوبن. بعد كده بدور على الملف في المربع الحواري اللي اتفتح قدامي دوت اسمه improvement، بضغط عليه وبعد كده بضغط اوكي. بلاقي فتح لي الملف اللي قدامنا ده، عايزني احفظه باسم جديد. بروح من قائمة فايل وبختار save as، وبعدها بكتب الاسم الجديد في حقل file name، وبراعي حالة الاحرف capital او small، وبعد كده اضغط سيف وبعدها سبميت. السؤال الثاني: open the file called yearly from your candidate drive. save the yearly spreadsheet as an excel template called yearly results to your candidate drive. save and close all open files and close the spreadsheet application. بيطلب مني ان انا افتح الملف اللي موجود عندي اللي باسم yearly، وبعد كده هحفظ الملف دوت as an excel template كقالب اكسل واسميه yearly results، وبعد كده save and close all open files، اقفل واحفظ كافة الملفات واقفل الـ spreadsheet application. طيب، نبدأ بأول طلب وهو من قائمة file، وابدأ اضغط open، ادور على الملف اللي طالبه مني وهو اسمه yearly، وبعدها بضغط open فتح لي كده ملف yearly. طيب، الخطوة اللي بعد كده عايزني احفظ الملف دوت كتمبلت. بروح على قائمة فايل واختار منها save as. في الحالة دي هو عايزني احفظه كتمبلت وعايزني احفظه باسم جديد، يبقى انا هكتب الاسم في جزء الفايل نيم، ومن save as type هختار تمبلت. كتبنا الاسم في فايل نيم واخترنا اكسل تمبلت، وبعدها هنضغط save. بعد كده بيقول لي save and close all open، هنضغط save من قائمة file وبعدها close، وبعدها قال لي اقفل برنامج spreadsheet. هاجي على exit من قائمة file واضغط على exit، وبعدها بنضغط submit. السؤال اللي بعده: use Microsoft Excel help to access information on advanced filters. عايزني استخدم مايكروسوفت اكسل هيلب المساعد الخاص
بمايكروسوفت اكسل عشان اوصل لمعلومات عن Advanced Filters. في عندي اكتر من مكان، في بالاعلى جهة اليمين علامة مايكروسوفت هيلب، واقدر برضو اجيبها من قائمة فايل. عندي في قائمة فايل هيلب بضغط هيلب، بيظهر لي مايكروسوفت اوفيس هيلب، بضغط عليها وببدأ في جزء سيرش، بكتب الجزء اللي عايز يستفسر عنه او الاداء او ايا كان الموضوع اللي هو بيستفسر عنه، وبعد كده بنضغط سيرش وبعدها بنضغط سبميت. بيقول لي change the username for this application to Carla Banks، عايز يغير اليوزر نيم للابليكيشن دوت ان يبقى اسمه كارلا بانكس. تمام، بضغط على قائمة فايل، ومن قائمة فايل هنختار options. باجي عندي في جزء general او في تاب general، تحت خالص في الاسفل في يوزر نيم، هغير الاسم اللي مكتوب واكتب الاسم اللي طالبه مني، وراعي برضو حالة الاحرف كابيتال وسمول، وبعد كده بضغط اوكي وبعدها سبميت. السؤال اللي بعده يوز كليك اند دراج تو سيلكت ذا رينج A4 C6، if necessary you can try again by repeating the click and drag action. بيطلب مني بطريقة الكليك اند دراج ان انا اختار الرينج من الخلية A4 الى الخلية C6، من الخلية A4 الى الخلية C6. تمام، انا عندي الخلية ادي هنا العمود A قصاد 4 الى C6، بضغط اول خلية وبسحب لغاية ما ظلل النطاق بالكامل، وبعدها بضغط سبميت. هو عايز بس عملية تنشيط للرينج ده مش اكتر من كده. السؤال اللي بعده click on the application that selects all of the cells in row 4. عايز ان انا اضغط click on the location، معذرة، click on the location that selects all of the cells in row 4. عايز اضغط على المكان اللي يخليه يختار كل الخلايا اللي موجودة في الصف الرابع. انا عندي الصفوف هنا، لو ضغطت على رقم 4 في الصف في الحالة ديت هيحدد لي كل الصف او كل الخلايا اللي موجودة في الصف الرابع. بعدها هضغط submit ونروح للسؤال اللي بعده click on the location that selects all of the cells in column C. عايزني اضغط على المكان اللي عن طريقه احدد كل الخلايا اللي موجودة في العمود C. تمام، انا عندي العمود C، طبعا لو ضغطت على حرف C نفسه في الحالة ديت هيحدد لي كل الخلايا اللي موجودة في العمود C، وبعدها بضغط submit. select، السؤال اللي بعده select the entire names worksheet، عايز يختار الورك شيت اللي باسم names entire، جميع الخلايا اللي موجودة في الورك شيت دوت. عشان اختار جميع الخلايا مش هختار صف معين او عمود معين، انا عايز اختار جميع الصفوف وجميع الاعمدة. عندي فوق الصف رقم 1 وجنب العمود A في مربع صغير، لو ضغطت عليه في الحالة دي بيختار الشيت بالكامل، وبعدها بضغط submit. delete row 5 from this worksheet، طالب مني ان انا احذف الصف الخامس من الworksheet ده. خلاص هاجي على الصف الخامس بضغط كليك يمين، عندي زرار ديليت هضغط عليه وبعد كده هيتم حذف الصف مباشرة، وبعدها بضغط سبميت. بيقول لي اوتوماتيكلي ادجاست ذا هايت اوف رو 2 تو فيت اتس تولست كونتيننتس، عايز يعدل
الارتفاع بتاع الصف الثاني عشان يحتوي البيانات اللي موجودة فيه. لو جينا بصينا هنا على الصف الثاني هنلاقي مش كل البيانات ظاهرة. في الحالة ديت عشان أعمل تعديل أوتوماتيك ما كبرش وأصغر أنا ارتفاع العمود، بضغط بين العمودين بين الصفين معذرة دبل كليك. في الحالة دي بيقوم عامل احتواء تلقائي لارتفاع الصف، وبعدها بضغط سبميت. هنا بيقول لي within column A so that the contents of the column is fully visible. عايز يعمل يعدل في عرض العمود A بحيث ان كل البيانات اللي فيه تبقى مرئية وظاهرة. في الحالة ديت بضغط دبل كليك بين العمود A والعمود B. في الحالة ديت بتظهر كل البيانات اللي موجودة في العمود A، وبعدها بضغط Submit. السؤال اللي بعده: On the revenue worksheet, adjust the height of row 6 so that the continent of row is fully visible. بيقول لي في شيت ريفينيو adjust the height of row 6، عايزني اعدل الارتفاع بتاع الصف السادس so that the content of the row is fully visible، عشان المحتويات اللي موجودة في الصف ده تظهر بالكامل. لو جينا بصينا هنا على الصف السادس هنلاقي مش كل المحتويات فيه ظاهرة لأن ارتفاع الصف صغير. في الحالة دي بعمل دبل كليك بين الصف السادس والسابع، وبعدها بضغط submit. السؤال اللي بعده: insert a blank row above row 5. عايز يعمل إدراج لصف فاضي أعلى الصف الخامس. في الحالة ديت أنا هضغط على الصف الخامس وبعدها بضغط يمين كليك يمين. في عندي هدور على كلمة insert، هلاقي insert هنا بضغط عليها بيعمل لي إدراج للصف أعلى الصف الخامس، وبعدها بضغط submit. السؤال اللي بعده: insert a new column between column A and B in this worksheet. عايز يعمل إدراج لعمود جديد بين الكولم A وبين الكولم B في الشيت الحالي. باجي على الكولم B وبضغط كليك يمين، وبعدها بختار insert. بيتم إدراج عمود بين ال A وال B، وبعدها بضغط submit. بعد كده السؤال اللي بعده: insert a new worksheet into this worksheet. عايز يعمل إدراج لورك شيت جديد في الورك شيت دوت. طبعا ممكن كذا طريقة، ان انا اضغط على الشيت الموجود بس كليك يمين، وبعدها هضغط على انسرت، وبعد كده بيتم ادراج شيت جديد. طيب ممكن بطريقة ان انا من الاداة الشورت كات مباشرة اضغط عليها يدرج لي شيت جديد. الطريقتين صح. السؤال اللي بعده: select the sales worksheet in this workbook. عايز يعمل تنشيط او اختيار للشيت اللي اسمه sales في الworkbook دوت. عندي شيت هنا اسمه sales، هقوم ضغط عليه ضغطة. في الحالة دي تم تنشيطه، وبعدها بضغط submit. بيقول لي هنا change. السؤال اللي بعده: change the name of the worksheet from sheet 2 to costs. عايز يغير الاسم الخاص بالورك شيت اللي اسمه شيت 2 ليصبح اسمه كوستس. في الحالة ديت انا هاجي على شيت 2 وهضغط بكليك يمين، وبعد كده في عندي رينيم، بضغط رينيم، وبعدها بكتب الاسم الجديد وبرايح حالة الاحرف، وبعد كده بضغط سبميت. السؤال اللي بعده: رينيم ذا شيت 3 ورك شيت سو ذات it meaningfully relates to the worksheet contents. عايز يغير اسم sheet 3. باجي على sheet 3 بضغط كليك يمين، وبعد كده بضغط rename،
وبكتبه بالاسم الجديد، وبعدها بضغط Submit. Delete the sheet 2 worksheet including its contents from this worksheet. عايز يعمل عملية حذف للشيت اللي اسمه شيت 2. باجي على الشيت 2 كليك يمين، وبعدها بختار ديليت من القائمة اللي موجودة عندي، وبعد كده بختار سبميت. ديليت ذا، عندي شيت باسم 2007 طالب ان انا احذفه. باجي على الشيت كليك يمين وبختار منه ديليت، وبعد كده بضغط سبميت. On the projection worksheet, zoom the display to 100%. عايزني أعدل الزوم الخاص بالشيت اللي اسمه projection ليصبح 100%. تمام. عشان أعدل جزء الزوم بروح على tab view. بعد ما نضغط على tab view عندي جزء الزوم هنا هوت، بضغط على 100%، وبعد كده بضغط submit. السؤال اللي بعده: View the above worksheet at 75% of its full size. عايز يعرض الشيت دوت بنسبة 75%. طبعا بروح على قائمة View. في الحالة ديت بضغط على أداة زوم وبختار منها النسبة اللي مطلوبة مني وهي 75%، وبعد كده بنضغط OK، وبعدها نضغط Submit. Freeze row 1 of the projection worksheet. عايز يعمل عملية فريز للصف الأول. لو أنا مش عارف مكان الفريز فين، أنا ممكن أدور عليه بين التابس عادي جدا، لكن لو أنا عارف مكانه مباشرة بروح على قائمة فيو. في عندي هنا في تاب فيو في فريز بانز، بضغط على فريز. في فريز بانز أعمدة وصفوف، وفي عندي فريز توب رو، وفي فريز فريست رو. لو انا عايز اعمل تجميد للصف الاول او تجميد للعمود الاول، هو طالب مني الصف الاول، يبقى انا هختار فريز توب رو، وبعد كده بضغط سبميت. هنا بيقول لي في السؤال اللي بعده: فريز بوث كولم A اند رو 1 تايتلز ان ذس worksheet. عايز يعمل فريز للعمود الاول وللصف الاول. تمام. بحدد الخلية B2 عشان تعمل لي تجميد للصف الأول والعمود اللي سابق له هو العمود A، وبعد كده بحددها أو بنشط الخلية، وبعد كده بروح على Tab View، ومن Tab View بختار Freeze Band، وبعدها بختار أول اختيار وهو Freeze Bands، وبعد كده بنضغط Submit. بيقول لي هنا enter the number 2000 into cell C7. عايزني اكتب الرقم دوت 2000 في الخلية C7. تمام. انا هاجي هنشط الخلية C7 وابدأ اكتب الرقم فيها 2000، وبعد كده بضغط submit. بيقول لي enter the number 250 into cell C5 and the number 275 into cell D5. عايزني احط الرقم 250 في الخلية C5 والرقم 275 في الخلية D5. تمام. هروح على الخلية C5 واكتب الرقم 250، واجي على الخلية D5 واكتب الرقم 275، وبعدها بضغط submit من لوحة، بضغط submit في اسفل السؤال. شوف السؤال اللي بعده: Enter the value 521 in cell B5. Click any other cell when you have finished. يعني بيقول لي دخل القيمة 521 في الخلية B5، وبعد كده تك على أي خلية تانية لما تخلص، أو اضغط على أي خلية تانية لما تخلص. في الحالة دي هنشوف الخلية B5 مكانها فين، واكتب الرقم فيها، وبعد كده بنشط أي خلية تانية وبضغط Submit. شوف السؤال اللي بعده: Change the number in cell D7 to. عايزني أغير الرقم اللي موجود في الخلية D7 إلى 160. هنروح على الخلية D7 ونمسح الرقم ونكتب الرقم الجديد، وبعد كده بنضغط Submit.
السؤال اللي بعده: change the contents of cell B2 to the word cost. press enter when you have finished. عايزني اغير المحتويات اللي موجودة في الخلية B2 تصبح cost، وبعد كده اضغط enter من لوحة المفاتيح بعد ما اخلص. تمام، فين الخلية B2؟ نضغط عليها ونكتب كلمة cost، وبعد كده بنضغط enter من لوحة المفاتيح، وبعدها submit عشان اتنقل على السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي clear the contents of cell B3 without deleting the cell، يعني عايز يمسح المحتويات بدون clear the contents of cell B3 without deleting the cell، بدون حذف الخلية نفسها. هنروح على الخلية B3 ونضغط كليك يمين، وبعدها بنضغط clear contents، ما بختارش delete، وبعد كده بضغط على submit. السؤال اللي بعده: you wish to reverse the last change you have made to this worksheet. choose the appropriate command to do this. هنا بيطلب مني ان انا اتراجع في اخر خطوة انا عملتها. طيب، عندي هنا في الاعلى جنب شورت كات الخاص بالحفظ، في عندي زرار اللي هو undo، بضغط عليه بيتراجع عن آخر خطوة، وبعدها بضغط submit. شوف السؤال اللي بعده: copy all of the formatting from cell B3 and automatically apply it to cell D3. عايز ينسخ بس الفورمات التنسيقات من الخلية B3 ويضعه في الخلية D3. عشان أعمل عملية النسخ بروح للأداة اللي موجودة في تاب هوم اللي هي بتنسخ التنسيقات، بس أكون نشطت الخلية اللي أنا هاخد منها التنسيق، اللي أنا هنسخ منها التنسيق، بنشطها وبعدين بروح على الأداة دي بضغط عليها، وبعد كده أنا عايز أحطها في الخلية D3، يبقى هنتنقل بعد كده على الخلية D3 مباشرة، هيتم وضع التنسيقات عليها، وبعد كده بضغط submit. شوف السؤال اللي بعده: change the file color of the cell range A4 إلى A14 to any color of your choice. عايز يغير اللون اللي موجود في الرينج من A4 إلى A14 لأي لون من اختيارك. الأول هنشط الرينج ده من A4 إلى A14، وبعد كده هروح على من التاب هوم على الشورت كات الخاص بلون الخلية وبضغط عليه، وبعد كده بختار أي لون، وبعدها بضغط Submit. هنا السؤال اللي بعده: Find the cell range A4 إلى A14. Format this range with fill color of your choice. عايز يعمل تنسيق لها بلون من اختيارك. طيب، أول حاجة بقوم محدد النطاق اللي قال عليه، وبعد كده بروح بعد ما حددنا النطاق بروح للأداة من تاب هوم، وبختار اللون أي لون هيكون صح، وبعد كده بضغط submit. بيقول لي هنا format the contents of the selected cell bold. عايز يعمل تنسيق للخلايا اللي تم تنشيطها هنا لتصبح bold. هنا عندي في مجموعة خلايا هي تم تنشيطها. طيب، أنا بروح على تاب هوم وبختار أداة بولد من قلب تاب هوم، وبعد كده بضغط submit مباشرة. add a border، السؤال اللي بعده بيقول لي add a border around the selected range. note don't change the default line style. عايز هنا يضيف إطار حول الخلايا اللي تم اختيارها، وبيقول لي ما تغيرش الديفولت لاين ستايل. تمام، انا عشان اجيب البوردر بجيبه من اكتر من مكان، ممكن من بجوار فونت وبضغط على السهم اللي هنا، بجوار الاينمنت اضغط على السهم اللي هنا، بجوار نمبر اضغط على السهم اللي هنا، ايا كان صح. وممكن ان انا من تاب هوم مباشرة بضغط على اداة البوردر هنا
طيب هو عايز الراوند في الحالة ديت بختار اوتسايد بوردر وبعدها بضغط سبميت. اد بص سنجل بوردر ات ذا توب اند دبل بوردر ان ذا بوتوم اوف ذا سيلكتد سيلز. في الحالة ديت عايزني اضيف بوردر بس طالب مواصفات خاصة، يبقى لازم افتح المربع الحواري الخاص بجزء البوردر. ضغطنا على من تاب هوم على أداة بوردر وبعد كده هختار تاب اند دبل بوردر وبعد كده بضغط سبميت. هنا بيقول لي change the following so that selected text automatically wraps onto the second line within the cell. عايز يغير التنسيق الخاص بالخلايا اللي تم تنشيطها عشان يعمل عملية الورابس اللي هي الكتابة في أكتر من سطر. تمام، أنا بروح مباشرة من تاب هوم عندي الشورت كات الخاص بالوراب تكست بضغط عليه وبعد كده بضغط سبميت مباشرة. شوف السؤال اللي بعده center align the text in the selected cells horizontally. عايز يعمل عملية سنتر، محاذاة سنتر بس تكون horizontally ما هياش vertically. عندي هنا الجزء الهوريزنتلي اهو من تاب هوم، بضغط على جزء السنتر وبعد كده بضغط submit. السؤال اللي بعده change the alignment of the selected title projected earnings so that it is centered horizontally over columns B C and D. عايز يغير المحاذاة للـ Selected Title اللي هو اسمه Projected Earning so that it center horizontally، يعمل لها عملية centered horizontally في المنتصف من الناحية الأفقية. تمام، بروح على جزء الـ Projected Earnings وبظلله بس هو عايز يعمل له عملية توسيط في B و C و D، فبنشط معاه الصف الخلايا A1 B1 C1 D1 وبعد كده باجي من جزء Alignment. وادي هنا عندي جزء Alignment، باجي على التاب الخاص بالهوريزنتال وبختار حسب اللي هو طالبه. عايز Center Across Selection، خلاص يبقى انا هختار Center Across Selection بعد كده اوكي وبعدها Submit. لغاية هنا بيكون انتهى درس النهاردة او حلقة النهاردة. لو عجبك الفيديو ياريت ما تبخلش علينا بلايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.